اول حاجه بس هنا قبل ما تكمل يا دكتور، ان انت يعني مش محمد سراج بيتكلم في ملف الاستادات، انت واحد من الناس اللي كان يمكن موضوع او ليك علاقه بال، يعني انت درست حاجه زي كده، يعني وكم ليك يعني حتى موضوع دراسه الماجستير اللي انت عملتها عن عمليه انشاء الملاعب بشكل امن، ويمكن تطرقت في موضوع الرساله دي ازاي تكلفتها الانشائيه بتتم بالظبط، ازاي تدر كمان عائد مادي مختلف، بالظبط. صح؟ انا كنت يعني مش لا كنت عامل موديل ده اللي كنت خدت عليه الجائزه في المانيا. انا كنت عامل دي زي حقيقة. موديل كده انت بتدخلي، ده كان وقت استاد السلام دي عمل استاد ده السلام. الموديل اللي كنت عامله ده كان يعني قعدت فيه طبعا شغال فيه سنه تقريبا. كنت انت بتدخلي الانفورميشن او الحاجات اللي هي البيزك انفو بتاعت اي استاد في العالم، يعني مثلا الساعه بتاعت الاستاد ايه، الكواليتي اللي انت عايزاه ايه، في خدمات تجاريه مفهوش في روف ولا لا، حطي البلد اللي هي اللي فيها الاستاد. كان الموديل ده شغال على 56 دوله تقريبا، فانا كان في شويه انبوتس كده بحطها في الموديل ده ومربوطه بقى بالاف الايكويشنز جوه الموديل، كانت بتطلع لنا في الاخر الاوتبوت بتاعنا التكلفه بتاعت الاستاد بالارباح، لان كان محطوط لكل بلد الافريج بتاع التذكره، النيمنج رايتس بتاع اللي هو بيتحط على حقوق التسميه، يعني الفي اي بي بوكسز، السيتس، التذاكر الموسميه، كان محطوط كل الارباح اللي ممكن تجيك من الاستاد، ومحطوط كل التكلفه التكلفه الانشائيه اللي ممكن يكلفها الاستاد بالكواليتي اللي هو اي وبي وسي ودي ب 56 دوله. فده كان حلو. ولما جينا بقى عملنا تشيك عليه بال هو قد ايه الصلاحيه بتاعته او قد ايه، كانت 97% من لما جيت قيسته بحالات موجوده اوريدي، يعني باستادات موجوده زي ايه؟ اليانز ارينا عملنا عليه، عملنا على اليانز وعلى اليوفنتوس وعلى كذا استاد، انه حطينا الموديل بتاعنا يعني كاننا بنحط الانفو بتاعت اليانز مثلا ارينا، فبيجي لنا التكلفه وبيجي لنا الارباح بتاعته، فطلعت مطابقه للحقيقه بنسبه 97%. حلو قوي. فالموديل ده كان مفيد جدا، وهو ده يمكن يعني انا يمكن قعدت كمان قبل كده مع دكتور اشرف صبحي واهديت يعني الموديل ده وزاره الشباب والرياضه في مصر يعني من حوالي سنه تقريبا، وهو كان شكرني عليه جدا واستفادوا منه في حاجات الحمد لله، وقال لي يعني الكلام ده، دي حاجه برضو اسعدتني يعني. بالنسبه لي طبعا في النادي الاهلي هو 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 حلمنا كلنا من سنين، اشتغلنا على الملف ده من قبل ما نبدا الانتخابات، يعني من قبل ما احنا نكون موجودين في النادي الاهلي كنا حضرنا ورحنا، ويمكن سافرت انا ومهندس خالد مرتجي بتكليف من كابتن محمود الخطيب لانجلترا لمقابله شركات هناك في موضوع الاستادات، متخصصه بموضوع الاستادات بالظبط. بعدها عشان كان في ويمبلي وكان لا مش في ويمبلي، يعني قابلنا شركات مسؤوله عن الاستادات اللي هي ممكن بتجيب تمويل للاستادات وخلافه، وجبناهم مصر هنا يعني. بس عشان ابقى ماشي بس بسيكونس مظبوط ونفهم الناس اللي حصل في الملف ده، اتعمل لجنه كانت برؤوسها ومعايا المهندس سامح علي كامل مستشار هندسي، ودكتور سعد شلبي قامه كبيره جدا مستشار التسويق للنادي بصراحه، يعني راجل برضو عمل يعني شغل كبير جدا مع النادي في الفتره الاخيره في الملف التسويقي، والعميد محمد مرجان. اللجنه دي يمكن حطينا تصور كامل للاستاد بالفيجن بتاعته بشكله بالتكلفه بالارباح المتوقعه منه، زي ما اتكلمنا كده النيمنج رايتس ايه والفي اي بي سيتس والبوكس اللي هي مش مجرد تذاكر بس، يعني انت لا حطينا مصادر ربح اكتر من 12 مصدر زي ايه لك ارباح للاستاد زي انت استادات العالم كلها بتعتمد على ده. احنا لسه في مصر هنا ما اشتغلناش بيه يعني. ما عندناش اي يعني عندنا حوالي 25 استاد في مصر ما فيش ولا استاد، يعني يمكن بدات التجربه في السلام بره بيبقى فيها ريستورانت وفيها ستورز بيبيع لا كمان النيمنج رايتس يمكن بدات في التجربه في استاد السلام انها بتتعمل، لكن انت عايز بقى تعملها بسكوب اكبر، تتصمم من البدايه صح، تعمل بقى استاد بالاكسسبيليتي بتاعه الدخول والخروج سهل، عدد بوابات كافي عشان الناس ما تقعدش داخله في 3 4 ساعات الاستاد زي بره تخش في نص ساعه صحيح. لان هي ليها حسبه وليها افريج معين، عدد الكاباسيتي بتاع المدرجات بتاع الكراسي والمدرجات مع عدد الابواب ده ليه حسبه معينه، مش ما ينفعش يبقى استاد 70 80 الف وليه 10 بوابات مثلا، دي حاجه بوابات صغيره دي حاجه تهريج يعني ما ينفعش يعني لا. فانت في النهايه يعني لازم بتعمل الديزاين بتاعك، فده كل ده شغالين عليه، ان الديزاين بتاعنا من البدايه يبقى امن، يبقى ملائم للنادي الاهلي، يبقى فيه خدمات تجاريه،
يبقى في مصادر ربح مختلفه سواء من التذاكر او من الفي اي بي بوكسز دي اللي بتتباع بارقام بره. احنا عاملين في التصميم بتاعنا حوالي 50 في اي بي بوكس. 50 ده عدد كبير بيتباعوا لشركات سنويا برقم كل واحد. طبعا يعني انت بيجي لك مصادر، يعني عشان الناس تقول مثلا طب ما فيش جمهور، ما احنا حاطين مصادر غير التذاكر الجمهور. عندنا مصادر سبونسرز رعاه، عندنا نيمينج رايتس، ومش بقول لك بقى مجرد يعني اللجنه دي عملت ايه، حطت التصور تمام وحطت حللت دراسه الجدوى بكل ارقامها بكل تفاصيلها بكل حاجه تتخيلها، والحته الهندسيه مع المهندس سامح علي كامل عملنا الشكل الهندسي والدنيا، وكلمنا مع شركات كبيره جدا برضو في الحته المعماريه توب يعني في العالم في الحته دي، مجهزين شغلنا كله في الكلام ده. الخطوه اللي عملناها بعد كده ان احنا نبدا نحط تايم لاين، هنبدا الكلام ده امتى، هنشتغل مع مين. بدأنا نقعد برضو مع شركات كبيرة سبونسرز يعني رعاة عالميين مش مصريين بس. ده بدأتوا فيه ولا لسه ده؟ بدأنا فيه يعني، يعني قطعين أشواط مع ناس، يعني أنا مش يعني أنا تعودت وتعلمت ده من الكابتن محمود إنه ما بحبش أتكلم في حاجة غير لما تخلص أو تتم. يعني هو دائما يقول لنا كده، فعشان كده يمكن انا الملف ده ما اتكلمش فيه قبل كده، او مع ان هو فيه كتير وكتير وعايز له حلقات لوحده، لكن احنا ان شاء الله في الوقت المناسب باذن الله هنتكلم فيه باستفاضه عن كل حاجه اكيد في الوقت المناسب لما باذن الله نوصل للريتش اللي احنا عايزينه يعني ان شاء الله. لكن احنا حاليا اللجنه دي اشتغلت على الدراسات، اشتغلت على الكلام ده كله، قابلنا الشركات العالميه في السبونسر ده على مستوى الرايت نيم نفسه، على مستوى النيمينج رايتس، على مستوى السبونسرز اللي جوه جالنا عروض اصلا من شركات ان هم يمولوا الاستاد وكذا وخلافه، لكن من كذا شركه برضو. طب كويس. لكن احنا بصي يعني احنا عملنا دراسات حاله لاكثر من 18 استاد حوالين العالم جوه برضو اللجنه دي.